صور مئات الضحايا مع الاتهامات للنظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي جعلت الائتلاف الوطني المعارض المجتمع في اسطنبول ينتقد ما سماه صمت المجتمع الدولي ويعتبر ذلك شراكة في قتل السوريين. نائب رئيس الائتلاف سالم المصلط يقول إن ما حدث اليوم غير مقبول بأي شكل، ولكن ما نستغربه هو صمت المجتمع الدولي. عليهم أولا إرسال محققي الأمم المتحدة إلى المكان الصحيح وليس إلى أماكن يريد النظام أن يريها لهم. الحدث السوري أثار إدانات وزراء الخارجية الأوروبيين المجتمعين في بروكسل، دعوا الأمم المتحدة إلى التحقيق مباشرة بالهجوم الكيماوي المزعوم. وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ يقول إذا تأكد الهجوم فسيكون تصعيدا صادما لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، نحن مصممون على محاسبة المسؤولين يوما ما، وآمل أن يتمكن فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى مكان الهجوم. روسيا حليفة النظام السوري اعتبرت اتهامه باستخدام الكيماوي حملة إعلامية هجومية وعملا استفزازيا مخططا له. موقفها يعقد نقاشات مجلس الأمن الذي قرر عقد اجتماع طارئ بدعوة من الدول الغربية الحليفة للمعارضة.